الزراعه بكثير. قبل ما اروح الانتقاد صار عقد وانا يمكن انتقدت بسخريه موضوع الحديقه الحيوان تكرمين والقرد ب 4 مليون هل صحيح توسعه حديقه الحيوان تصل الى 3.5 ملايين الحاليه؟ طبعا حديقه الحيوان من المرافق الثقافيه العلميه الترفيهيه السياحيه في دوله الكويت. فالانسان يمكن لما يقول قرد هالكثر يكلف، انت لما تشوف بيئه هذا الحيوان وسلوكه اي نعم يستحق ربع يستحق مليون. بعدين هذه قيم تقديريه، يعني احنا نقدرها. نتكلم على هالقصه والعقد هذا اي احنا نتكلم عن اسعار تقديريه وفق اسعار السوق المحلي. انت تتكلم عن مبنى الفيل بضخامه الفيل بحجم الفيل كم وزن الفيل. احنا حاطين حاليا اعمده حديد عشان نوقف طوفه مبنى الفيل، لان باي لحظه ممكن ينهار ويطلع الفيل ويطلع الجمهور، من راح يتحمل المسؤوليه هذه؟ فاحنا لما نحط قيم تقديريه احنا شايفين السوق وعارفين ان الفيل شنو يحتاج، اطنان من الصبات ومن الموتس وطريقه الارض وشون ترتفع وشون انه يكون على مستوى الزاير بس انه ما يقدر يلمسها ولا حتى يقدر الفيل ينزل. نشوف بيئه هذا الحيوان، نشوف سلوكه